دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم توزيع المرحلة الثانية من التجهيزات الطبية من مشتريات الوحدة التنفيذية لمواجهة كوفيد-19 بناء على الخطة المعدة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، وتشمل التجهيزات 1200 أسطوانة أكسجين و50 جهازا للتنفس الصناعي و100 سرير طبي للعناية المركزة وعددا من أجهزة الأشعة. وأكد بحيبح أن هذه التجهيزات ستعمل على تأمين الاحتياج لعدد من المرافق الصحية في عدد من المحافظات، ولا سيما مراكز العزل التي يجري إعدادها وإعداد الخطط اللازمة لتحويلها إلى مراكز للحميات، بحيث يصبح هناك مستشفى الحميات في كل محافظة، لافتا إلى دور محطات الأكسجين بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 14 محطة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وستسهم في توفير مادة الأكسجين للمرافق الصحية المختلفة. نحن اليوم هنا ندشن توزيع تجهيزات طبية من مشتريات الوحدة التنفيذية لمواجهة كورونا، تغطية مراكز العزل وأيضا بعض المستشفيات، كون الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير العديد من التجهيزات، ما أمكننا من عمل ما يقارب أكثر من 20 مركز عزل على مستوى الجمهورية، وزودت كلها بسرة عناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي وكل التجهيزات الخاصة بالعناية الحرجة، بالإضافة إلى أسطوانات الأكسجين. ونحن اليوم من استمرار لنفس النهج نعمل على الدفعة الجديدة هذه من التجهيزات التي سنقوم بتوزيعها، وهي تشمل حوالي تقريبا 50 جهاز تنفس صناعي مع ما يقارب 100 سرير عناية مركزة، مع ايضا نبدا في تدشين اسطوانات الاكسجين الى مصانع الاكسجين، كوننا حاليا لدينا 14 مصنع اكسجين تم انشائها في كل المحافظات، وحاليا نعمل على امدادها باسطوانات الاكسجين، وهذا استكمال الخطه السابقه بتجهيز مراكز العزل، وان شاء الله خلال الفتره القادمه سنعمل على تحويلها الى مستشفيات حميات مركزيه، بحيث ان احنا بدل 20 مركز عزل ان شاء الله سنحولهم إلى 10 مستشفيات مركزية في كل محافظة، سيكون هناك مركز مستشفى مركزي للحميات، وهذا ما سيتم دعمها وتأهيلها لتكون مستشفيات دائمة للحميات.